بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. ما ننساش أحبائي في الله، قبل ما نبدأ الفيديو لو بتشاهدنا لأول مرة أعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك، ولو عجبك الفيديو أعمل مشاركة علشان تعم الفائدة. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد بعنوان بدلا من الطوابير تعرف على 90 خدمة حكومية إلكترونية عبر الإنترنت. طيب أنا عامل إعداد هنا أحبائي في الله للموضوع، تعالوا نشوف بيقول إيه بالتفصيل. بدلا من الطوابير تعرف على 90% من حكومة من تعرف على 90 خدمة حكومية إلكترونية عبر الإنترنت. تعمل الحكومة على ميكنة الخدمات الحكومية كهدف رئيسي لها لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، أطلقت في سبيله موقعا إلكترونيا وتطبيقا على الهواتف المحمولة يدعى خدمات مصر. يعني الحكومة أخي الحبيب عملت لنا موقع شامل اسمه بوابة الحكومة الإلكترونية. الموقع ده فيه جميع الخدمات اللي احنا هنعرضها على في الفيديو ديتي، وان شاء الله هسيب لكم روابط المواقع بالتفصيل في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب تعالوا نشوف باقي الموضوع. وتطبيقا على الهواتف المحمولة يدعى خدمات مصر في مثال إلغاء الأرشيف الورقي وتطوير الخدمات. ومن شأن إتاحة الخدمات الحكومية على الإنترنت توفير الوقت والجهد على المواطنين دون ذهابهم للمصالح الحكومية المختلفة. قناتنا تقدم في النطاق التالي عددا من الخدمات الحكومية التي يمكن للمواطن إنجازها عبر الإنترنت، وهي كالتالي: 1- حدث بيانات هاتفك الأرضي. 2- الاستعلام عن مخالفات المرور. حجز تذاكر السفر للهيئة القومية لسكك الحديد. 4- حجز تذاكر مصر للطيران. طلب الحصول على قيد ميلاد مميكن. خدمات مكتب تكليف الأطباء ووزراء وزارة الصحة. خدمات الإحياء 11 خدمة. ملحوظة هنا بس أخي الحبيب، اللي هو البند اللي قصاده اللي فيه قوسين وقصاده 11 خدمة، بيكون ما الموقع نفسه أو خدمة، زي مثلا البند السابع اللي هو خدمة الإحياء. خدمة الإحياء ده اللينك اللي احنا هنحطه عليها فيه 11 خدمة، انت ممكن تتصفحها وتختار الخدمة اللي تناسبك. 8- خدمات الشهر العقاري والتوثيق 14 خدمة. طلب تأشيرة دخول دول أجنبية. خدمات الجمارك، استعلام عن فواتير الكهرباء شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. الإبلاغ عن قراءة العداد شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. شكاوى واقتراحات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. إدخال قراءة العداد شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. تحديث قراءة العداد واستعراض القراءات السابقة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء. تتبع استهلاك الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. سداد فواتير التليفون الأرضي الشركة المصرية للاتصالات. طلب تركيب العداد أول مرة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. حساب فاتورة الاستهلاك الكهرباء جهاز تنظيم مرافق الكهرباء. الاستعلام عن فاتورة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء. خدمات الوثائق الشخصية فيها 7 خدمات. استكمال استعلام عن طلب معادلة الدرجات العلمية المجلس الأعلى للجامعات 23. التقديم لمعادلة الدرجة العلمية المجلس الأعلى للجامعات 24. تسجيل راغبي العمل في القوة العاملة 25. خدمات المحليات والدواوين 15 خدمة 26. طلب مساعدة مالية 27. خدمات وزارة الداخلية 18 خدمة. طيب بس نوقف قليلا أحبائي في الله عند البند 26 وهو طلب مساعدة مالية. اللينك أو الموقع ده مفيد جدا وأنصح بتصفحه. طيب نرجع تاني للموضوع ونشوف 28. خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.
29 مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، 30 خدمة التأسيس الإلكتروني لشركة الهيئة العامة للاستثمار. طيب أحبائي في الله، كده هم 30 بند ب90 خدمة. إن شاء الله هننزل لكم الروابط إقصاد كل خدمة في صندوق الوصف. كده احنا خلصنا الفيديو أحبائي في الله، وأي حد معاه سؤال أو استفسار في المصالح الحكومية سيبهولنا في صندوق الوصف، سيبهولنا في التعليق أسفل الفيديو، وإن شاء الله الرد عليه مجرد ما نشوف التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله.